ها حسن، انتوا مش ناويين تجيبوا موبايلات يا عم في الدار ولا ايه؟ يعني انت بتكلم دلوقتي عشان تسالني على الموبايلات؟ اكيد لا طبعا، مصحيك عشان حاجه اهم من كده بكتير. ايه؟ اخوك صالح طلعوا عليه الناس وضربوه وقتلوا جردات من اللي معاه. صالح؟ امتى وفين وحصل له ايه؟ انا قلت بس اديك خبر. ربنا يخليك يا يحيى، ربنا يديم المعروف يا اخويا. سلام. ندى، بقول لك ايه؟ انا هقوم اروح لصالح المستشفى، عاوزك تنزلي تقعدي مع جيهان وتاخدي بالك منها، اوعي تسيبيها لحد ما ارجع لك. ندى انت سامعاني؟ سامعاك بس مش مقتنعة. مش مقتنعة؟ مش مقتنعة بايه بالظبط؟ يا بنتي ده اخونا ولازم نبقى معاهم. بجد؟ طب ربنا يخليكوا لبعض. هو ده المفروض يعني؟ ولا ايه، مش عاوزين نوصل لهدفنا؟ طب بما ان انت بقى بتتكلم على هدفنا، احنا جايين هنا نعمل ايه؟ نبقى ولاد زين العطار. وبقينا ايه اللي مخلينا قاعدين في وسط ناس مش عيلتنا اصلا؟ يا بنتي هنطلع فوق، هنطلع فوق قوي، ولا هنحتاج لهم ولا هنحتاج لحد غيرهم. يا عز لو على الفلوس، احنا عندنا مليون طريقه تانية نجيب بيها فلوس غير دي. لو سمحت حاول تفهمني، انا بقيتش عارفه انا مين ولا بعمل هنا ايه. احنا ما كسبناش حاجه يا عز، ولا حاجه. يا ندى هنكسب كتير، صدقيني هنكسب كتير قوي. انا بس مستني اللحظه اللي احنا نروح فيها. مش هستنى حاجه، انا لازم اتاقلم مع الوضع اللي احنا فيه عشان شكلنا مطولين هنا، ولا ايه؟ قصدك ايه؟ قصدي ان انا ابقى ندى زين العطار وانت عز زين العطار اخوي. وبعدين تبقى مصيبه مصيبه لو صالح ما امشي بالسلامه قبل قدر. أول مرة أشوفك قلقان على حد تاني غير نفسك. لا أقلق أقلق ونص كمان. لو صالح ما يمشي بالسلامة مفيش حقوق هترجع تاني، والعيلة هترجع تتقسم من أول وجديد. حقوق إيه وزفت إيه؟ هو ده اللي قلقك؟ مش قلقان على ابن أخوك اللي مش عارفين هيرجع تاني زي ما هو ولا لا؟ هيرجع، هيرجع تاني إن شاء الله زي ما كان وأحسن كمان. الو، ايوه رجية، ايه عمال اتصل بيك انت واختك ما حدش بيرد، في حاجه؟ معلش يا يحيى، ما عرفتش ارد عليك قدامه. ها طمني، صالح عامل ايه دلوقتي؟ في جديد؟ ها في جديد ولا انا الدوش؟ تامر. تامر مين؟ تامر ده انت قتلتيه وهربتي ولا نسيتي؟ مش عايزك تستغربي. هتعرفي كل حاجة قريب، بس عايز نفسك طويل معايا عشان لسه مطولين مع بعض شوية. سلام يا ندوش. ابويا قال لك ايه يا رجيه؟ خير يا عايشه ان شاء الله. مش حاسه انه خير خالص. عنين صالح كانت بتقول لي انها اخر مره اشوفه، وانا قلبي محدث. والله ما عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، انا حاسه باللي هو فيه، واذا كنت سالتك فعشان اثبت لنفسي اني لسه جوايا قلب، اني لسه عايشه. صالح مش اخر حد في الدنيا يا عايشه. بس هو كان اولها، هو اللي القلب دقله وحلف ما يدق لغيره، هو اللي الروح راحت له وما رجعتش ومش هترجع حتى لو فارق. ما تحمليش نفسك اكتر من كده يا عيشه، القلب لازم له كسر عشان يقوى، كل ده هيعدي صدقيني. ده التقرير بتاع الدكتور الاستشاري. زي ما حضرتك شايفه في التقرير، الحاله دخلت في غيبوبه وبيرجح انها هتطول شويه. حضرتك لو عايزه تستني معاه تقدر تستني، انما ما يفضلش وجود الاهل دلوقتي زي ما حضرتك عارفه. حضرتك تقدر تبلغيهم بده وربنا يقومه بالسلام. شكرا. لو ابن العطار مات
هتتفتح علينا ابواب لا يمكن قفلها. بالعكس، دي هترجع المايه لمجاريها، هتخلي سيف يتلم ويعرف مقامه بعد ما كان فاكر انه خلاص الجو خليله. بس انت لعبتها صح قوي. ايه اللي لعبتها صح يا فتح؟ الحركه اللي انت عملتها، هب يمين في شمال وطخ، جت شايطها في وش صالح. يا فتح، الخمر دي مغشوشه ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر ان انا اللي ورا الحكايه دي. انا مش فاكر غير ان انت اللي ورا الحكايه دي، واقطع دراعي ان ما كنت انت اللي عاملها. يبقى هتقطعها يا فتحي. انا عارفه ان انت الوحيد اللي حاسس بيا، وعارفه انك سامعني. مش انت دايما كنت تقولي انك الشخص الوحيد اللي بتحس بيا؟ صلاح علشان خاطري ما تسيبنيش، انا ماليش غيرك. كلهم عايزينك عشان مصلحتهم. لكن انا مش عايزه اي حاجه في الدنيا تغيرك. فوق يا صلاح، فوق يا صلاح، ويلا نمشي، يلا نسافر زي ما وعدتني. مش انت وعدتني ان احنا ما نعيش هنا؟ مش وعدتني ان احنا نرجع نسافر انجلترا ونعيش مع بعضنا لوحدنا؟ عشان خاطري يا صلاح فوق، ما تنساش يا بحر ان عمري كله جلطيته في الدار دي، متربي فيها، خيرها عليا وخيري عليها. مخازن السلاح اللي فيها بتاعة العطار أنا اللي كنت بأمنها بنفسي، والعيال اللي بيأمنوها دلوقتي أنا اللي مربيهم ومدربهم بيد إيدي. يعني إيه؟ يعني يصعبوا عليا برضك؟ ما صعبش عليك غالي، إذا كان قلبك واجعك عليهم ندوهولك. قلبي ما يدوهوش إلا النص. نص إيه؟ نص مخازن السلاح. إيه؟ كتير؟ طبعا كتير. وبعدين ما تنساش انك خارج من الدار دي متهان، واحنا التنين عارفين ان لا الدار ولا العيال يهموك. وبعدين كل شيء بتمنه، حديلك عربية محمل سلاح، ده غير الكبير عاد هاخد لك طارك من حبيبك. حبيبي حسن العطار. يعني القصر ده كله مش عارفين تربوا فرقتين بلدي في أي حتة؟ كل الناس بيربوا فوق السطوح. سطوح إيه يا طنط بس؟ وفراخ بلدي إيه أصلا؟ لا، إلا الفراخ البلدي. بلك أنت لو أمك دي تسمع كلامي وتاكل في الطقة فرخة بلدي مسلوقة يومين وهتقف تبقى زي الحصان وتجري في القصر رايح جاي كده. دم خفيف والله هنا، وضحكتيني يا أختي. تحاكي حد واخد منها حاجه؟ شوفي لي انت بس حته كده في القصر وانا ربي فراخ وارانب. انا مش عارفه كل سنيني بتاكلوا اكل الطباخين الناشف ده ازاي. ازيك يا طن؟ طمنيني عليكي، عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا حبيبتي، طمنيني على صالح. الحمد لله مفيش جديد، بس الحاله مستقره. ربنا يقومه بالسلامه يا رب. طب مامي انا هقوم واسيبك بس شويه صغيرين. اياد كان عايزني في حاجه، هشوفه كان عايز ايه. روحي يا حبيبتي سلمي لي عليه. حاضر يا حبيبتي، عن اذنك. بعد اذنك بس هروح اغير واجي تاني على طول. لا خلاص ما تجيش تاني يا اي، ارتاحي انت كمان شويه، كفايه قعدتك جنب صالح ليل نهار. انا ما عملتش حاجه يا طنط، يا ريت بيدي اعمل اكتر من كده. ربنا يقومه بالسلامه، عن اذنك.
عم حميد مريح فوق، خلي بيت معي الليلة. غريبة، ما قليش يعني. فحشته، عايز اشبع منه شوية. توكل انت على الله حبيبي. بص يا يحيى، صالح كده كده هيقوم من مكانه، لو ما جيتش انت اي حد من بره هيجي ويركب الكرسي الفاضي. بعتقد اللي راح اقوله هلا ما راح يعجبكم، انما حتى ترجع الامور زي ما كانت صالح لازم يصير برات اللعبة. أنا مش هسيبك أبداً تضيع اللي بنيناه أنا وأبوك في سنين، حتى لو اضطريت أعمل حاجة أنا مش عايز أعملها. أولاد صالح ده بقى عامل زي اللقمة في الزور، يا تتبلع يا تقف في زورك وتموتك. عارفه ليه يا ماما مش مصدقاكي؟ حاسه ان ليكي يد في اللي حصل ده. هي كلمه واحده ابرك من عشره، يا يكمل اللي بدأناه انا وابوه يا يقوم من على كرسي ابوه. يظهر ان قعدتي في القصر هتطول على ايدك يا ابن المنكوس، فتح نفوخك وما تستغباش، دي دايره وبتدور برضاك او غصب عنك حطولك. يا جاي على قوتي يا ناوي على موتي. معاش ولا كان؟ معاك حق، معاش ولا كان.